طيب، فخلال الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل الاخبار الرسميه اللي تخص فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس، والكلام اللي هقوله دلوقتي هو كلام متاكد بنسبه 100%، فما فيش اي حاجه من دماغي ولا اي حاجه تعتبر اشاعه. يعني ممكن تقول ان الكلام ده هو بالفعل اللي هيحصل جوه الفيلم، فبلاش ان احنا نطول ولا نبدا الفيديو. طيب، في البدايه لازم اول حاجه اتكلم عليها واللي هي الميعاد بتاع نزول فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. لو انت لسه فاكر انه الميعاد ده هيكون شهر مارس 2024، فالكلام ده هو اتلغى. وكلمه اتلغى دي انا قصدي بيها انه الميعاد ده كان ميعاد رسمي من شركه سوني، ولكن شركه سوني بنفسها هي اللي لغته. وده طبعا لما اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت على ان شركه سوني هي شالت الميعاد بتاع نزول بيونز سبايدر فيرس، والحركه دي هم طبقوها في كل الاكونتات بتاعتهم. ولكن المشكله في الكلام ده ان هي شركه سوني من ساعه ما لغت الميعاد الرسمي بتاع نزول الفيلم هي لحد دلوقتي برضه ما على السؤال اللي عمال بيتكرر، هل الفيلم هينزل السنه اللي جايه بشكل عام ولكن في اي شهر تاني مختلف غير شهر مارس؟ عشان طبعا هيبقى المفروض قبليه في شهر فبراير فيلم مدام ويب، ولازم ان هو يقعد في السينمات اكتر، ولا الفيلم بشكل عام مش هينزل السنه اللي جايه وهينزل في سنه تانيه مختلفه؟ وهنا في النقطه دي لازم ان انا افكرك انه في مصادر عماله بتقول ان شركه سوني هتنزل الفيلم سنه 2025 او 2026، والموضوع ده هو فيه نقله ايوه بين سنه 2025 و2026، عشان الموضوع كله مترابط مع عالم الام سي يو، وده عشان زي ما وضحت قبل كده ان شركه سوني هي دلوقتي بتتعاون مع عالم مارفل. دلوقتي عالم مارفل او عالم الام سي يو هو عنده الحدث الكبير اللي هو فيلم افنجرز سيكريت وورز، واللي زي ما عرفنا بشكل رسمي ان هو الفيلم ده هيكون موجود فيه شخصيات من عالم سوني كتير جدا، بجانب توبي ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند. احنا كمان برضه هيبقى عندنا شخصيات من عالم سبايدر مان مايلز موراليس الانيميشن، وحتى ايمي باسكال بنفسها اللي هي ماسكه العالم بتاع شركه سوني هي بنفسها صرحت بالنقطه دي، وقالت ان هو العالم السينمائي بتاع شركه سوني هيكون مترابط مع عالم الام سي يو هيمده بالشخصيات برضه. فتلخيص كل الكلام ده كله، فيلم افنجرز سيكريت وورز هيكون مرتبط بفيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس، وده هيخليك ان انت تتوقع ان فيلم افنجرز سيكريت وورز لو هيتاجل كمان لسنه كمان قدام او سنتين، ده هيخلي ان فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس هيتاجل برضه لسنه او سنتين، لان المفروض ان الفيلم ده هيكون مكمل ليه، فالمفروض ان هو هينزل قبلها بفتره صغيره. النقطه دي هي المفروض النقطه الاولى، ولكن انا بالنسبه لي مش هحسبها. ونبدا باول نقطه بالنسبه لنا، واللي هي النقطه اللي بتخص مايلز جي موراليس، اللي هي النسخه الموازيه من مايلز موراليس واللي المفروض كان هيكون في الكون بتاعه هو سبايدر مان. الشخصيه دي على حسب الكلام بتاع المخرج وعلى حسب برضو التصريحات اللي هي كانت عماله بتنزل الفتره اللي فاتت، احنا لحد دلوقتي مش متاكدين بنسبه 100% ان هو فيلن. على حسب الكلام اللي هم قالوه، فانت شفت ايوه الشخصيه بتاعت ذا بلاولر، ولكن انت ما تعرفش اذا كان هو فيلن ولا شخص طيب، لانك انت بالفعل شفت في العالم بتاع مايلز جي موراليس ان هو عنده سينستر 6 والعالم بتاعه عمال بيتدمر. اللي بيدعم النقطه دي والتصريحات اللي كانت عماله بتنزل ان هو شركه سوني نزلت برضو فيديو رسمي بيخص الشخصيه بتاعت مايلز جي موراليس، ولكن كان معاه برضو الشخصيه الثانيه اللي هي بتاعت ارون ديفيز اللي هو برضه ذا بلاولر. اللي تفهمه من الفيديو اللي شركه سوني نزلته ان هو الشخصيه بتاعت مايلز جي موراليس او الشخصيه الموازيه لمايلز موراليس هي برضه تعتبر عامله زي الشخصيه بتاعت سبايدر مان مايلز موراليس اللي في كون 1610. يعني كمثال بسيط عشان تبقى فاهم الفكره دي، ان هو مايلز موراليس الاساسي اللي هو في 1610 هو اي نعم بالرغم ان هو سبايدر مان، بس هو ما زال بيساعد الناس لان هو في الاساس بيحب ان هو يساعد الناس ويعمل الخير. هنا برضه بتتاكد من النقطه دي بالنسبه لمايلز جي موراليس، بالرغم ايوه ان هو العنكبوت راح من العالم بتاعه للعالم بتاع مايلز موراليس اللي احنا عارفينه، بس هو برضه مازال ان هو في العالم بتاعه هو شخصيه طيبه. وبالرغم ان هو التفسير ده هو بالفعل تفسير انا الشخصي على حسب اللي انا فهمته من الفيديو، بس برضه شركه سوني هي اكدت النقطه دي بنفسها، وعلى حسب برضه شويه تصريحات ثانيه برضه بتاكد نفس النقطه. فاحنا احتمال نشوف ان هو مايلز موراليس هيساعد مايلز جي موراليس، ولكن ما فيش اي تفاصيل رسميه على النقطه دي. لكن لو انت حابب تتكلم من ناحيه التسريبات، فهنا في شويه تفاصيل اكتر وشكلها ان هي هتكون حلوه. وعلى حسب التسريبات اللي شفتها، فاحنا هنشوف ان هو مايلز موراليس هيساعد عمه اللي هو ارون ديفيز مع مايلز جي موراليس، وده عشان هنعرف جوه الاحداث ان هو مايلز جي موراليس بيحاول ان هو يحمي عيلته هو وعمه. واللي بياكد النقطه دي اكتر ان شركه سوني بنفسها نزلت كتاب للشخصيات الموجوده في خلال فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، وكان من ضمن الشخصيات دي كانت الشخصيه بتاعت مايلز جي موراليس. ولكن بقى من ضمن الكلام اللي هو كان مكتوب كده كانت كلمه فيجيلانتي، واللي هي كده بتثبت لك 100% على ان الشخصيه دي بتاع ذا بلاولر او مايلز جي موراليس اللي هي النسخه الموازيه منه هي مش شخصيه في الاساس ان هي فيلن، ولكن شخص بيحاول ان هو يحمي نفسه ويحمي عيلته. وده اللي بياكد لك كل الكلام اللي انا كنت عمال بقوله على انه ممكن يتعاون بنسبه كبيره مع مايلز موراليس. اتذكر برضو ان احنا هنشوف فايت سين سريع بين مايلز جي موراليس وبين ارون ديفيز وبين مايلز موراليس، في مقابل ان هو مايلز موراليس هيساعد مايلز جي موراليس في العالم بتاعه ان هو يقضي على سينستر 6، هنشوف ان هو مايلز جي موراليس اللي هو ذا بلاولر هيجي يقف جنب مايلز ضد سبايدر مان 2099، وده بجانب الفيلن الاساسي برضو اللي هو هيساعده ضده واللي هو الشخصيه بتاعت ذا سبوت. تاني نقطه رسميه برضو لسه عارفينها من شويه، واللي هي النقطه اللي
بتخص الشخصيه بتاعه ذا بلولر اللي هي النسخه الفاريانت اللي كانت موجوده جوه فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. النقطه دي كان عليها تسريب بياكد ان هي الشخصيه دي هي الشخصيه بتاعه ذا بلولر اللي موجود في العالم بتاع الام سي يو، نفس الشخصيه اللي ظهرت ساعه فيلم سبايدر مان هوم كومينج. وكنت اقولها جوه فيديوهات الاخبار والتسريبات، ولكن بعدها على طول لان شركه سوني بنفسها اكدت النقطه دي، وده عن طريق كونسبت ارت الرسمي اللي هم نزلوه اللي هو كان مكتوب فيه تحت على الشمال ان هو ده ذا بلولر من عالم الام سي يو. فكده بشكل او باخر احنا الشخصيه دي ممكن ان احنا نشوفها جوه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس، ونشوفه برده ان هو موجود في العالم بتاع الام سي يو بشكل عام. برده ممكن نشوف فيه تلميح سريع عليه في خلال فيلم سبايدر مان 4 اللي هيتعمل وهيكون جواه برده شخصيه مايلز موراليس. وطالما احنا دلوقتي اتكلمنا على العالم بتاع الام سي يو وتاكدنا ان بالفعل الشخصيه دي هي موجوده من العالم الرئيسي بتاعنا، فده معناه برده بطريقه غير مباشره ان احنا عندنا فيه ترابط بين العالم بتاع الام سي يو والعالم بتاع السبايدر فيرس الانيميشن. يعني بطريقه ثانيه توقع ظهور سبايدر مان توم هولاند جوه الفيلم. بالنسبه للنقطه الثالثه فهي دي تعتبر نقطه رسميه واتكلمت عليها في الفيديوهات اللي فاتت، هي انه فيلم سبايدر مان بيونس سبايدر فيرس هيكون النهايه بتاعت العالم الانيميشن لسبايدر مان. القصه بتاعت مايلز موراليس اللي هو في الكون رقم 1610 مش هنشوفها تاني في الاعمال الانيميشن، وده على حسب الكلام بتاع المنتجين نفسهم، ولكن احنا ممكن ان احنا نشوفه تاني في حاله انه في منتجين تانيين هيجوا يكملوا. على حسب الكلام اللي ذكروه برده في القصه بتاعت مايلز موراليس هيتم استكمالها في الاحداث اللي جايه. تفهم من النقطه دي ان شركه سوني هتحلف في الموضوع اكتر، ولكن طبعا زي ما انا اتكلمت معاكم قبل كده انه رسميا المفروض نهايه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس على حسب ما احنا فاهمين لحد النهارده المفروض ان النهايه دي هتنقل كل الشخصيات لللايف اكشن. بس ده اذا كان هيحصل فاحنا كده عندنا الشخصيه بتاعت مايلز موراليس اللي موجوده في العالم الانيميشن المفروض ان هي الشخصيه دي هتنتقل في عالم من العوالم بتاع سبايدر مان المختلفه، وبنسبه كبيره ممكن يكون العالم بتاع اندرو جارفيلد. ولو هتسال ليه انا قلت اندرو جارفيلد مش العالم بتاع توم هولاند او الام سي يو، فعشان بالفعل انا ذكرت ان احنا عندنا بشكل رسمي في شخصيه لمايلز موراليس موجوده في العالم بتاع الام سي يو، وده هيكون بجانب توم هولاند وهيظهر جوه فيلم سبايدر مان 4 وتمهد له برده جوه فيلم سبايدر مان نوي هوم. عرفنا برده ان هي من ضمن الاعمال المشتقه من العالم الانيميشن بتاع سبايدر مان هيبقى عندنا في مسلسل خاص للشخصيه بتاعت نوار سبايدر مان. على حسب الاخبار والتسريبات اللي عماله بتنزل فبالفعل نيكولاس كيج احتمال يلعب الدور لايف اكشن. ما تنسوش برده المنتجين بنفسهم هم اللي لمحوا على النقطه دي. طبعا تكمله الاحداث دي هتكون من بعد ظهوره ساعه فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، وكمان برده التكمله اللي هتكون ساعه فيلم بيونز سبايدر فيرس. عندنا برده تاني مسلسل واللي هيكون باسم سلك ذا سبايدر سوسايتي. على حسب اللي احنا عرفناه فالشخصيه بتاعت سيدني مون او سبايدر سلك المفروض ان هي هتظهر جوه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. من بعد النهايه بتاعت سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس هنكمل القصه بتاعتها في خلال المسلسل. وعندنا برده الفيلم المشتق التاني اللي بيخص الشخصيه بتاعت سبايدر جوين واللي هيتكلم برده عن الشخصيه بتاعت جوين ستيسي، وعلى حسب ما اتذكر هيكون انيميشن. على حسب توقعي الشخصي وعلى حسب برده توقعاتنا من الكلام اللي اتكلمت عليه قبل كده فالفيلم ده احتمال هيكون مليان كميه اجندات كتير. اما بالنسبه للشخصيات اللي اتذكرت ان هي هتظهر جوه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس ذكر ان هي اول شخصيه واهم شخصيه هتظهر واللي هي الشخصيه بتاعت مدام ويب. لو تفتكروا في الفيديوهات بتاعت التسريبات اللي لسه منزلها من قريب في تسريب بياكد ان في شخصيه من عالم السبايدر فيرس الانيميشن هتظهر في نهايه فيلم مدام ويب. الشخصيه دي مازال لحد دلوقتي احنا مش عارفين هي مين، ولكن بشكل عام هيبقى في ترابط بين العالم الانيميشن بتاع السبايدر فيرس وبين العالم اللايف اكشن اللي هتكون موجوده فيه الشخصيه بتاعت مدام ويب. وطبعا زي ما اتكلمت قبل كده انه على حسب توقع الشخصي ممكن مدام ويب تظهر جوه الفيلم وتعرف ميجا الاوهيرا ان هي الخوارزميه بتاعته هي تعتبر غلط، وده لانه جوه الفيلم كان عمال بيقول ان ابو مايلز موراليس هيموت بعد يومين ومايلز موراليس المفروض ما يكونش هو سبايدر مان، وده مش القدر بتاعه وكل الكلام ده اللي كنا عمالين نسمعه، لان برده كان في تلميح على النقطه دي سريع جوه الكلام بتاع مايلز موراليس لما قال له ان انت غبي عشان بتمشي ورا الخوارزميه بتاعتك. تاني شخصيه ذكر ان هي هتظهر واللي هي الشخصيه بتاعت سبايدر مان الياباني، والشخصيه دي المفروض ان هي كانت متاكده 100% انها هتظهر جوه فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، ولكن المنتجين صرحوا ان هي الشخصيه دي نقلوها للجزء اللي جاي، فده بيفهمك ان هو في شخصيات كتير جدا لسه هتظهر في خلال الجزء اللي جاي، وده بجانب الشخصيات اللي ظهرت قدامنا هنا، وبيفهمك برده ان الشخصيات اللي كانت موجوده قدامك هنكملها برده جوه الفيلم اللي جاي، فده مش اخر ظهور ليهم. طبعا برده مش محتاج ان انا اتكلم عن النقطه دي، ولكن للتذكير ان هو كان توبي ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند كان عليهم تسريبات كتير من زمان على انهم هيظهروا جوه الفيلم، وان هنا انا بتكلم عن ظهورهم هم نفسهم ولكن مش على الكاميو اللي هو كان موجود لكل شخصيه في الفيلم. احنا كده المفروض هنشوفهم جوه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. وعندنا برده بشكل رسمي تم تاكيد وجود اكتر من نسخه فاريانت للنسخه بتاعت جوين ستيسي، ولكن مش جوين ستيسي تحديدا، ولكن هتكون هي سبايدر جوين، والنسخ دي هنشوف ان هي موجوده جوه فيلم سبايدر مان بيونز سبايدر فيرس. على حسب توقع الشخص زي ما اتكلمت قبل كده ممكن يبقى في نسخه للشخصيه بتاعت جوين ستيسي اللي هي ام ستون، ولكن المره دي هنشوفها بالدور بتاع سبايدر جوين، وهنشوف برده سبايدر جوين اللي هي جوين ستيسي بتاعت العالم بتاع توبي ماجواير، ودول اهم نسخ بالنسبه لي بجانب طبعا النسخ الثانيه بتاعت الكوميكس والالعاب والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. بجانب النقطه دي برده المنتجين بنفسهم اكدوا ان احنا هنشوف برده نسخ موازيه ثانيه للشخصيه بتاعت مايلز موراليس. على حسب توقع الشخص من النقطه بتاعت النسخ الفاريانت من مايلز موراليس انا متوقع زي ظهور سبايدر مان بتاع البلاي
البلاي ستيشن 4 جوه الفيلم، فاكيد 100% هيظهر سبايدر مان بتاع لعبه البلاي ستيشن 5، ويبقى عندنا طبعا النسخ الثانيه اللي هي من الاعمال الانيميشن. ممكن، وده بالنسبه لي توقع شخصي، ممكن يظهر سبايدر مان مايلز موراليس اللي موجود في عالم الام سي يو، نشوف ان هو هيقابل توم هولاند والاثنين يعرفوا بعض ونكمل القصه بتاعت الاثنين دول جوه فيلم سبايدر مان 4 في عالم الام سي يو نفسه. يعني مختصر القصه دي كلها عشان ما نحكيش كتير، هنشوف ان هو مايلز موراليس هو بالفعل سبايدر مان وهيظهر هنا جوه الفيلم، بحيث ان احنا جوه الجزء الرابع نكمل القصه على طول على ان هو سبايدر مان. في برضه شويه اخبار تانية وشائعات تانية عماله بتقول ان احنا عندنا كوزميك سبايدر مان وسبايدر مان اللي هو النسخه بتاعت البيوندر بشكل كبير هيكونوا موجودين جوه الفيلم عشان هما اللي هيقدروا يموتوا الشخصيه بتاعت سبوت، ولكن للاسف على الجانب التاني مفيش اي تاكيدات على النقطه دي. مش معنى كلام ان هو الكلام ده مش هيحصل، ولكن لحد دلوقتي مفيش اخبار رسميه او تسريبات حتى. ولكن لو انا هتكلم عن توقعي الشخصي فالصراحه ما اظنش ان هما ممكن يظهروا جوه الفيلم، لان ببساطه جدا اي شخصيه من الاثنين دول اول ما يجي عشان يظهر هينهي الموضوع كله في خلال دقيقه او دقيقتين، فمش هيبقى في فرصه ان هم يحكوا القصه بتاعتهم او يدخلوا الشخصيه بتاعت مايلز او اي شخصيه تانية بشكل عام. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول، وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.